باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. إن القديسة العذراء مريم والدة الإله هي المربية الأمينة التي تزين نفوس القديسين لعريسهم السماوي، فهي ماهرة وعلى دراية تامة بفن الغزل والنسيج، فقد تعلمت هذه الصنعة وهي طفلة في الهيكل، فهي تعلم كيف تصنع من صوف الحمل المولود منها ملابس غير قابلة للفساد لتكسو بها القديسين. من أجل ذلك يصر الشماس بولس ملاك أن يقدم طباكي يا عذراء بمناسبة صوم السيدة العذراء أغسطس عام 2013. يا مريم يا أم النور، يا جوهر عالي ومجنون، القلب بحبك مفتون، يا واحة ومليانة سرور، كلنا نتشفع بيكي وعيوننا تطل عليكي، كلنا نتشفع بيكي وعيوننا تطل عليكي، وانتي عذراء رفع ايدك والنور حواليك داير ما يدور. يا مريم يا أم النور، يا جوهر عالي ومجنون، القلب بحبك مفتون، يا واحة ومليانة سرور، يا طهر أمي وبتول عايزينك وين على طول، يا طهر أمي وبتول عايزينك وين على طول، يا أم الرحمة في يوم الزحمة اشفعي فينا يا أم النور. الصورة نتشفع من سيرتك نفوسنا بتشبع، قدام الصورة نتشفع من سيرتك نفوسنا بتشبع، ما انت حنونة طهرة ومصونة يا أعظم أيقونة في الكون. لما تحوط بينا أسام، لما العالم يوم ينسانا، لما تزيد في قلوبنا ألام، نلقى يا أمي إذن ترعانا. نورك يمحي الحزن أكيد، تيجي وتملي قلوبنا سلام. ملك علينا وغالية يا أمي، وسط التين بتكوني خطانا، بس
حبك لينا برغم شرورنا بس ابتدي يا أمي حزينة ونلاقي دموعك تندمنا نرجع ليك وننسى ماضينا حبك لينا برغم شرورنا بس ابتدي يا أمي حزينة ونلاقي دموعك تندمنا نرجع ليك وننسى ماضينا انتي عشان الملكة يا مريم هنرنم لك ليل ونهار ده احنا ولادك وانتي يا عذرا ام وابنك لهنا البار منك علينا وغالية يا امي وسط الدين بتكوني خطانا ماسكة ايدينا يا عذرا تملي تشفعي فينا تكوني معانا ملكة علينا وغالية يا امي وسط الدين بتكوني خطانا ماسكة ايدينا يا عذرا تملي تشفعي فينا تكوني معانا ليوسف بالليل قال له خد مريم واذهب لبلاد النيل قال له خد مريم واذهب لبلاد النيل قال له خد مريم واذهب لبلاد يوسف الحال والعذراء مريم والطفل المتعال لبلد السلام والطفل المتعال لبلد السلام والطفل المتعال لبلد ضيب الملك أرسل الرجال في بيت لحم أهلك جميع الأطفال في بيت لحم أهلك جميع الأطفال في بيت لحم أهلك جميع الأطفال سنين عبروا شاف يوسف في الحلم ملاك يبشروا قد مات الظالم ملاك يبشروا قد مات الظالم ملاك يبشروا قد مات الظالم رجعوا للجليل
بعد ما ربينا بشخصه النبيل بارك مصرنا. شايف ملكة ولابسة التاج جوا في قلبي دي غالية عليا، دايما تدي للمحتاج قلبها مليان بالحنية. شايف ملكة ولابسة التاج جوا في قلبي دي غالية عليا، دايما تدي للمحتاج قلبها مليان بالحنية. والتعبان راح يرتاح عندك لما نهلك بتقويني، وفي افراحي انت تشاركيني وفي احزاني انت تعزيني، صوتك دايما قدام عيني لما نهلك بتقويني، وفي افراحي انت تشاركيني وفي احزاني انت تعزيني، صورتك دايما قدام عيني. هي العذراء اللي بتحمينا، أصلها أم وغالية علينا، أول ما بنطلب شفاعتها يجي يسوع ويبارك فينا. لما نهلك بتقويني وفي أفراحي انت تشاركيني وفي أحزاني انت تعزيني، صوتك دايما قدام عيني لما نهلك بتقويني وفي أفراحي انت تشاركيني وفي احزاني انت تعزيني، صورتك دايما قدام عيني. كنت في الهيكل تصلي فقت مذبح البخوت، يا حمامة يا سحابة يا منارة كلك نور، يا حمامة يا سحابة يا منارة كلك نور. جبرائيل أمام هدوئك كان واقف في خشوع، بشرك يا مملوء نعمة بميلاد الرب يسوع، بشرك يا مملوء نعمة بميلاد الرب يسوع. السلام لك يا
لم تعطيك سوى مزودا صغير. رب العرش يولد فيه خالق الكون القدير. رب العرش يولد فيه خالق الكون القدير. معجزة صنعها إكراما لأم النور. حول الماء إلى خمرة فرح القلب المكسور. حول الماء إلى خمرة فرح القلب المكسور. أحلى صومك يا أمي كل الناس بتستنى. اشفعي فينا يا عذراء عند ابنك في السماء. اشفعي فينا يا عذراء عند ابنك في السماء. صوتها مسموع. الره رضعت الطفل يسوع. اليه يا مطاوعها بخضوع. الميم من زيها له تكريم. الميم ملكة وصوتها مسموع. الره رضعت الطفل يسوع. اليه يا مطاوعها بخضوع. الميم من زيها له تكريم. الميم والره واليه والميم اسم العذراء مريم ده عظيم. اليه والسين والواو والعين يسوع هو اصل التعظيم. اليه يسوع بحبه جانا. السين سلام وأعطانا. الواو وحده هو فدانا. العين عزنا بروحه الأمين. اليه يسوع بحبه جانا. السين سلام وأعطانا. الواو وحده هو فدانا. العين عزنا بروح الأمين. والره واليه والميم اسم العذراء مريم ده عظيم. اليه والسين والواو والعين يسوع هو أصل التعظيم. الميم من ألفي واتصالاه. الره راعينا يا أم الله.
اليهي الرب أعطاه الميم من خيره كتير ده كريم. الميم من ألف وقت صلاه الرهرة عينا يا أم الله. اليهي الرب أعطاه الميم من خيره كتير ده كريم. اليه يملانا بالإيمان سين ساعدنا على الأعمال. الواو وهبنا رباط الكمال. العين عرفنا طريق الأمين. اليه يملانا بالإيمان سين ساعدنا على الأعمال. الواو وهبنا رباط الكمال. العين عرفنا طريق الأمين. مباركة أنت في النساء يلي رفعتي راس حواء. مباركة أنت في النساء يلي رفعتي راس حواء. قدوس المولود منكي قدوس المولود منكي ويدعى اسمه ابن الله ويدعى اسمه ابن الله. وباكي يا عذراء يا مريم يا شفيعة في البشرية. السيد يعطيكم آية الأشعية بصوت التهليل. السيد يعطيكم آية الأشعية بصوت التهليل. إن العذراء تحبل وتلد إن العذراء تحبل وتلد طفلا اسمه عمانوئيل طفلا اسمه عمانوئيل. وباكي يا عذراء يا مريم يا شفيعة في البشرية. Thank you.
من ألف الأمثال، نساء كثيرات نالت كرامات، سليمان ألف الأمثال، نساء كثيرات نالت كرامات. أما أنت ففقت عليهن، أما أنت ففقت عليهن، وفقت على جند السماوات، وفقت على جند السماوات. سليمان ألف النشيد، على ما شفتي من ضيقات، سليمان ألف النشيد، على ما شفتي من ضيقات. كالسوسنة بين الشوكي، كالسوسنة بين الشوكي، حبيبتي بين البنات، حبيبتي بين البنات. سمعني الشيخ قال عنك يا عذرا يا أم الحبيب، وسمعني الشيخ قال عنك يا عذرا يا أم الحبيب، وأنت أيضا يا جوز في نفسك، وأنت أيضا يا جوز في نفسك، سيف مرارة الصليب، سيف مرارة الصليب. وباكي يا عذرا يا مريم، يا شفيعة في البشرية، صومك نصرخ ونقول حياتك رائحتها بخور، وفي صومك نصرخ ونقول حياتك رائحتها بخور، نسبح ابنك ونطوب شخصك، نسبح ابنك ونطوب شخصك، نعظمك يا أم النور، نعظمك يا أم النور. وباكي يا عذرا يا مريم، يا شفيعة في البشرية، وهبنا حياة أبدية.
عظيمة متواضعة قوية في إنكار الذات. ذهبت بسرعة للجبال لكي تخدم آلي صبا. الحمام الحسنة سحب جاءت أرضنا حمل يسوع في حضنها جاءت لتبارك مصرنا. الصلاة والصوم هو طبعها أما الناموس هو لهجها. حياة التسبيح في قلبها تشفع دايما في شعبها. جلجوسة قالت مريم ويسوع مصلوب والشوك عالراس. أحشائي تلتهب بالنار والعالم يفرح بالخلاص. آمنت لذلك تكلمت بقوة من أجل عظم رحمتك يا رب القوات. أعني يا ربي يسوع الرؤوف لأمجد سيدتي أمك العروس. لأنها بالحقيقة قد تعالت جدا هذه العذراء المفعمة كرامة. أتكلم من أجلها قائلا الرب اختار صهيون وأتى وحل فيها حتى خلصنا. أي مريم التي جلبت إلينا الحرية الأبدية. زكريا قال إنها المنارة الذهب المصنوعة بأيادي ذهبية. إشعياء قال لنا بصوت التهليل أنها تلد لنا عمان.
عزقي الشاهد وأظهر لنا هذا قائلا إني رأيت بابا ناحية المشارق الرب المخلص دخل في وبقي مغلقا جيدا بحال كل الشعب يسبح مع لغات الألسن لوالدة الإله أمي مسيا مريم العفيفة بهجة الصديقين وبالحقيقة فرح هي القبة التي صنعها موسى بعظم كرامة والتابوت متعالي عن الأفكار السمائية هذا الأمر العجيب الذي للغطاء عظيم هو مجد بتوليتك أيتها الممتلئة مجدا القديسة مريم القسط المكرم والمنارة والمجمرة النقية المملوءة بركة كل الأسماء العالية التي لغير المتجسدين لم يبلغ إلى علو طبويتك شبهت بعصا هارون التي أزهرت ونبتت وأعطت ثمرا مرتفعاً أكثر من الشاروب ومكرمة أكثر من السرافيم ابن الله إلهنا ولدته نمجده كإله ونسجد له الساكن في النور الذي لا يدنى منه أظهر آيات وأرضعته اللبن السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة الممتلئة حكمة أم يسوع المسيح بقيت أيامنا نمدحك أيتها الممتلئة مجدا أنت مشتملة بالطهارة أنا يا محب البشر على عبدتك واغفر لنا خطايانا واقبلنا يا والدة الإله العذراء إذ قد حوينا الثقة بك فلا نخزى بل نخلص إذ قد اقتنينا معونتك ووساطتك أيتها الطاهرة الكاملة فلا نخاف بل نطرد أعداءنا فنبددهم ونتخذ لنا ستر معونتك القوية في كل شيء نظير الترسي ونسأل ونتضرع إليك هاتفين يا والدة الإله لكي تخلصين بسؤالاتك وتنهضين من النوم المظلم إلى التمجيد بقوة الإله المتجسد منك نسألك يا رب بشفاعة سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء القديسة الطاهرة مريم أن تعوض كل من له تعب في هذا العمل نال بركة هذا العمل الشماس بولس ملاك والمرنمة فايزة نسان كما ساهمت في نفقات هذا العمل وشاركت في الأداء المرنمة إيمان يسا كما شارك في نفقات إعداد هذا العمل حضرة الأب الورع القمص إليا رؤوف
ملاك كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالمانيال، وقد شارك بأصواتهم في الكورال مريم حلمي ومريان اسكندر. كلمات ترنيمة الميم والره واليه والميم، وترنيمة طباك يا عذرا يا مريم، وترنيمة السلام لك يا مريم، وترنيمة حبي لمريم العذراء لحضرة الأب الورع القس أرميا بولس ملاك كنيسة السيدة العذراء بعياد بيك بشبرا. كلمات ترنيمة يا مريم يا أم النور يا جوهر غالي ومصون لشاعر المهجر الأستاذ جورج العبودي، ألحان وتوزيع موسيقي أستاذ محب صلاح. ترنيمة شايف ملكة ولبسة التاج، وترنيمة ملكة علينا وغالية يا أمي من ألبوم منك نتبارك الذي صدر بمناسبة العيد الأربعيني لظهور السيدة العذراء بالزيتون. شارك في التوزيع الموسيقي للعمل أستاذ أمجد بخيت، وقد تم التسجيل وعمل الماستر بأستوديو هوزانا بالزيتون. وقد تعب معنا في هذا العمل وقدم الكثير من الجهد والمال المهندس ميشيل عبد الملك. الرب يعوض الجميع أجرا صالحا سمائيا. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك، من أجل كثرة خطاياي وذنوبي لا ترزلني. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات، سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم، وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. مكتوب عليها سيارهم ومدائح تمجيدهم، سعرنا يصل إلى 50% في بعض الأحيان. قسم ملابس الكهنوت، أسعارنا وجودتنا لا تقبل المنافسة. يوجد لدينا تشكيلة رائعة جدا من التونيات والبدرشيلات للشمامسة وملابس الخدمة الكهنوتية للأباء الأساقفة والأباء الكهنة من السدرات والبرانس والطيلسانات والعمم. كما يوجد لدينا أيضا أفضل الأشكال والخامات من لفائف